رجعتلكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بيكي اكس تي، واليوم يا جماعة نزل تحديث جديد باللعبة. انا كتير متحمسة، انا يا جماعة طبعا كتير متحمسة لانه اليوم نزل تحديث جديد، فانا كتير متحمسة. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا جماعة اشتركوا بالقناة وحطوا لايك، اهم شي يا جماعة حطوا لايك، كمان اشتركوا لانه بدنا نوصل ل 100,000 باسرع وقت. ليش لا يعني؟ اوكي، اوه ليكو هاي شو عندها بايديها؟ ثواني انتي شو عندك؟ يي ايش هذا؟ من وين جبتي؟ بليز من وين؟ ماي جاد كتير واو. انيويز هلا يا جماعة خلينا نبلش. طبعا اللي بيقول لي اسرع كيف نحدد اللعبة، فبتفوتوا يا جماعة على بلاي ستور و كأنه عم بسمع موسيقى. انيويز اوه جيتار. انيويز روحوا على البلاي ستور وابحثوا على بيكي اكس تي واكبسوا على تحديث او ابديت. سو هلا خلينا نبلش. خلينا نشوف يا جماعه اول شيء هون مكان الزائد شو موجود. ماي جاد توني توني خلينا نشوف اذا الحيوان الاليف. او لا ما نزل حيوان اليف جديد. او ماي جاد هذه هي الباقي. بلاي ذا هارست سونج. اوكي بلاي ذا هارست السونجز يعني شغل الموسيقى الهات يعني الهارست ما ادري كيف لكن اتس اوكي. او ماي جاد طبعا يا جماعة سعره 350 سريح نشتريه. او ماي جاد سكيرت. او هاي بلوزة هذا وجيتاري. او ماي جاد او ماي جاد واو او ماي جاد او ماي جاد ميكروفون. اوكي اوكي توني توني او ماي جاد واه توني اول شي خلينا نفوت عشان نعرف ايش فيه. ناخذ 200 كوين. اوكي بالاركيد. اوكي اوتفيت اوه في كانه اوتفيت جديده. اوه في او ماي جاد او ماي جاد خلينا هون نفوت. او ماي جاد او ماي جاد واو فينا نحط سيف ذيس اوتفيت. خلينا نجرب يا جماعه. اوه شفتوا الحركه اللي عملت؟ ثواني خلينا نشوف. اوكي او خلينا نكبس هون. او ماي جاد او ماي جاد بتجنن هلا فيني هيك اغير ملابسي بسرعة البرق. او ماي جاد اوكي خليني اجرب اشي يناع. خليني اجرب شغلة هيك نعمل وهيك مثلا. اوكي هلا اوه هذا او ماي جاد. اوكي هلا يا جماعة خلينا نحط يا جماعة الشغلات تبع جديدة تبع هذا التحديث. اوكي واو كتير حواس كتير متحمسة يا جماعة. ما في هون اشي هون كمان ما في اشي. هلا طبعا رح احاول اني البس ملابس هدول الجداد عرفتوا هدول تبع جوك. اوكي ناخذ سكيرت. اوه شوفوا يا جماعة السكيرت. او ماي جاد دوي جنن جنن جنن. لكو كمان لبلوزة بتجنن والله. الشعر يا رب في شعر جديد. او نو ما في. اوكي خلينا نحط سيف ذيس اوتفيت. اوكي هلا يا جماعه فيني غير ملابسي بس من هون يعني هيك فيني اكبس هون وبعدين هيك احط هاي اللبسه هيك. واو كتير يا جماعه حبيته وي بتجنن. اوكي هلا خلينا نجرب يا جماعه الشغلات الجديده. اوه في عندي 54 شغلة لازم احذف شغلات. اوكي ايش رح احذف؟ اوكي جايز رح احذف هدول عرفتوا؟ رح احذف هدول الاكل لانه ماني محتاج جيتون اعتقد. بس خليني امسح شغلات عشان لا يمتلئ الكذا ما بعرف شو بدي اقول لكن هذا يعني اقصد ال 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 هاي الباك باك عرفتو. اوكي سو يس اي هاف تو نحذف هرول. اوكي
say هيك delete. Weh. هلا خلينا نشوف. Oh my god, في هون. Oh, في اشياء جديدة. يا تاني تاني. Okay. Wow, تاني. الله جنن. شوفوا جيتار. تارارارارا عم بعزف. اوه في هون شغلة جديدة. واو صار في هيك حكي جديد. Let's go folks. This one is for someone very special. يعني هاي اللي عم بعزفها كتير لشخص. انا عم بعزف لشخص كتير special. كتير حبيتها. خلي نجرب كمان شغلات تانية. واني نصدق انه هار التحديث نزل because it's an كتير نادر. شو بدي احكي. خلينا نجرب هذا المايك. ايش هذا مايك؟ لا هيك بتجنن. هيك يا جماعه بتجنن عن جد. بتعرفوا يا جماعه ايش رح اسوي؟ رح اروح يا جماعه للبرايفت سيرفر عشان اني اسمع الكلام يعني او اسمع يا جماعه غنيه هيك لوحد عرفتوا. اوكي جايز هلا انا بالبرايفت سيرفر ما في ولا حد غيري. فهلا خلينا نجرب يا جماعه كمان الشغلات الثانيه اللي ضايله ما جربناها. خلي نجرب هاي. هاي كانه يا جماعه طفل وهيك كيف كثير حلوه. قولوا لي شو اسمها بلهجتكم. اوكي هاي جربناها. سو هلا رح نجرب المايك. بسم الله. جايز بتغني. خلينا نقلدها. واو هو واو هو. بالله كيف قلتي يا مين قالها؟ معقول يكون الادمن مع الساعة 3 فجر غنى هالشغلة؟ واو هو واو هو هو هو. ويت كأنه في. او ماي جاد كأنه عم بتخيل هون كأنه كانت هون في موسيقى. اقسم بالله انه شفتها وربي كانت هون كموسيقى. انيويز يس خلينا نكمل نجرب. اوكي هاي. بتجنن يا جماعة اللحن. اللحن بموت. جايز مو مصدقة. او ماي جاد اي او ماي جاد. ها خلينا نجرب هاي. طب هاي اخر شغلة. اوكي هاي يا جماعة طبل. فهيك النار اللي كل ما بنتحرك كتير بيجنن يا جماعة. اهم شي حبيت الملابس. اوكي هلا رح فرجيكم يا جماعة مكان الصندوق السري. طبعا اول شي رح اخذ معي مشروب طاقي. طبعا انتو اذا ما بدكن يعني انتو اكيد لازمكن ضروري مشروب طاقي. انويز هون يا جماعة موجود الصندوق السري. سو رح اخذ له صورة. سو زي هيك نجي هيك ونط ناخده. يا رب يعطينا 200 كوين وجوهرتين. اوكي شكرا كثير. ايش هذا؟ جايز في اشي هون. جايز جماعه طبعا في يونيكورن جديد. لكو كيف شكله. ماي جاد كيوت. طبعا رح اشتري الفيديو الجاي ان شاء الله. اوكي انتهت هالتجربة. خلينا نشوف ايش بيبيع. كمان في عنده ادوات. خلي نشتري كل هدول الادوات ورح نجربهم مرة تانية لانه كمان كتير طولت عليكم بهذا الفيديو ولسه في اشياء لازم اني افرجيكم اياها. عن فكرة كثير هدول اشياء حلوة فانصحكم انكم تشتروها بدون تردد. يعني عن جد واو اشي كثير نار. سو ياب انصحكم انكم. اوكي ماي باك باك از فول. لايك لازم اني احذف شغلات. واو ليش؟ هل نا خلينا نحذف. اكل لا خلينا نحذف هذول. عندنا وخلي نروح ونشتري هاي الشغلة. Purple or electric guitar. ولك من جد ما نصدق.
ماني مصدق. اوكي هلا خلينا نشوف، لانه كتبوا يا جماعه هون، كتبوا هون انه لازم نروح على الاركيد رح نلاقي شغله. سخلي هون نروح رح نشوف ايش رح نلاقي. تخيلوا نلاقي البوابه انفتحت. يا رب يا رب تاني. لا هل نو ما انفتحت. هذا روبوت. اوه في عنده هاي انه اكشن. اوكي في كمان هاي الشغله. اوكي هلو، وايش هذا؟ كاميرا. الاشياء هاي كثير واو، يعني اوه تنى صار معنا كاميرا. انا يا جماعه رح يحطون كمان اشياء جديده قريبا، سو احنا رح نرجع مره ثانيه ونشوف ايش رح يعطينا. اوكي هون كانه في اشياء كمان، ما بعرف صراحه وين بدي اجيبهم، لكن هذول الشغلات كثير كثير جننوني عن جد. كثير يا جماعه بجنن يا جماعه، كثير حبيت هذا التحديث عن جد. اوه ماي جاد، واو كميه الواو واو. يعني هلا يا جماعه رح يساعدونا ان كمان ننزل افكار احلى. كمان يا جماعه اقترحوا علي افكار قصص عشان احسن القصه بهدول الشغلات الجديده. وكمان كثير يا جماعه حبيت هالشغله تبع الملابس، هذا اكثر شيء حبيته، انه هلا صاير فينا انه نغير ملابسنا كثير سريع. هني يكون عجبكم هالفيديو، لا تنسوا انكم تحطوا لي فولو للانستغرام، كمان التيك توك تبعي طبعا الروابط بصندوق الوصف، كمان بالتعليق المثبت، اذا ما حطيت تعليق مثبت تذكروني انتو. اوكي بس احبكم كثير وباي.